انطلاقا من النهج التطويري لتنمية الاقتصاد الوطني، افتتح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مقسم مدينة صباح الأحمد رسميا اليوم، وذلك لتحسين الخدمات الهاتفية وتطوير شبكة الانترنت عبر الألياف الضوئية. إلى التفاصيل. من وزارة الدولة لشؤون الخدمات بأهمية الدور الذي تؤديه الاتصالات للنهوض بالدولة وتطوير خدماتها، تم افتتاح مقسم مدينة صباح الأحمد في محاولة لتوفير كافة الخدمات الهاتفية والإنترنت تماشيا مع الرؤية الأميرية السامية المعنية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة. هذا المركز وهو الأول من نوعه، وتقريبا يستوعب 30,000 خط، وأيضا متوفر في أحدث الأنظمة الموجودة ونظام الفايبر أوبتكس لحال صباح الأحمد، وبذلك تكون وزارة المواصلات والخدمات قد استكملت جميع الأمور المطلوبة في هذه المنطقة، وبتوجيه واضح ومباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء، وتعاون أيضا إخواني معالي الوزراء المختلفين أمانة هذه المدينة الجديدة. مشروع الألياف الضوئية يعد من أهم المشاريع التي تتضمنها خطة التنمية للدولة، والذي يرمي بدوره نحو تحسين الخدمات الهاتفية المتنوعة وتطوير شبكة الإنترنت وفقا للمواصفات العالمية الصادرة من الاتحاد الدولي للاتصالات. هذه المنطقة هي من ضمن مشروع خطة التنمية لتوصيل الفايبر أوبتيك حق المناطق دولة الكويت، وإحنا كانت حسب الجدول فعلا تم تدشين المنطقة في شهر 6/2019 حسب ما كان مخطط لها. المشروع ضمن الخطة الإنمائية ضم 34 منطقة، آخرها منطقة صباح الأحمد، وكلها وصلت لها خدمة الفايبر أوبتيك. تقريبا المنطقة تستوعب 10,000 وحدة سكنية، تم تجهيز 10,000 البنية التحتية كتوصيل جاهز لبيوت منطقة صباح الأحمد. مقسم مدينة صباح الأحمد يتضمن جودة عالية في مجال نقل المعلومات ذات السرعة العالية وكفاءة النقل الصوتي المرئي مستقبلا. عايشة المديني، تلفزيون دولة الكويت.